في الحقيقة يعني بنبدأ حلقتنا باللي احنا بنقول كل سنة وكل المصريين طيبين وبألف خير يا رب وسعادة. عام دراسي جديد، خلاص المدارس على الأبواب كلها كام يوم ويبدأ عام دراسي جديد. إن كان في ناس بالفعل بدأت الدراسة، ودي المدارس اللي هي الدولية أو الانترناشنال زي ما بيطلق عليها، لكن السواد الأعظم من المصريين موجودين في المدارس الطبيعية الحكومية، الشكل النظام التقليدي اللي كلنا اتربينا عليه، اللي خلاص كلها أيام ويدخل العام الدراسي الجديد. ويمكن أنا عارف إن في معظم الوقت ده الأمهات بيكون عندها حالة من حالات كده الطوارئ، مش عاوز أقول التخبط أو هنعمل إيه ونبتدي إزاي، رغم إن كل سنة بيبتدي عام دراسي جديد، لكن كل سنة في الوقت ده تحديدا بيكون أعتقد مثلا في حالة طوارئ في البيت والناس مش عارفة هننظم الوقت إزاي، تحديدا إحنا خارجين من أجازة صيف، فالصيف أنت عارفة بيحب اللمة والسهر واليوم يتشقلب ترجعي تاني تعيدي ده. فعلشان كده يمكن الوقت ده تحديدا بيكون وقت تنظيم المواعيد للأولاد، في الصحيان بدري علشان يلحقوا مواعيد المدرسة ويقدروا ينظموا وقتهم ويستعيدوا نشاطهم مرة تانية. والأهم من ده أعتقد هو التأهيل النفسي للأولاد لدخول المدارس بعد أجازة طويلة يمكن قضيناها بالطول وبالعرض زي ما بيتقال، لكن تبقى الأمور كما هي وتعود الأمور مرة أخرى، بالذات أن الأطفال يعني لو في سن صغير شوية هم بيحبوا أن هم يشقلبوا يومهم بعد المدرسة على طول. صحيح، ما بيصدقوا فكرة الأجازة أن هي أنا بقى مش هنام بدري، أنا هنام متأخر براحتي والكلام ده كله، ونسافر ونعمل، وده يمكن هو السبب الرئيسي اللي بيخلي يمكن في حالة طوارئ في البيت. مش بس كنت من الناس اللي بتعمل كده، بس انا كنت بنام لما الصبح يطلع تخلص تبدل، كلنا كنا في الوقت ده تحديدا الساعة 6 الصبح كنا نتفرج على الناس وهي بتبتدي تروح الشغل. ايوه، زي حالتنا كده اللي بينزلوا بدري صباح الخير، تعلمنا الادب ونبتدي ننام بعدها. خلاص ايوه الحمد لله. في الحقيقة الاستعدادات للمدارس مش بس بتبقى التجهيزات اللي بيحتاجها الاولاد زي شنط او لبس او لانش بوكس والكلام ده كله، الاستعدادات لازم تكون نفسية زي ما كان أحمد بيتكلم في المقام الأول. لازم الأولاد يكون عندهم شغف إن هم يرجعوا للمدرسة مرة تانية ويدرسوا مذاكرة ويركزوا في الفصل. الأجواء دي هي اللي بتخلق رغبة عند الطفل للاستمتاع باليوم الدراسي والتحصيل داخل المدرسة. أنا عارفة إنه يمكن ده حاجة صعبة إن هي تحصل، إنه صحيح. إن إحنا نقلب تاني اليوم من أول وجديد للولاد، لكن عارف زي ما أنت كنت بتتكلم، هو الفكرة في الروتين، إنه ما غيرش روتين من المدرسة للأجازة فجأة، وما غيرش روتين من الأجازة للمدرسة فجأة، لازم أبتديها من الأول وأبتديها قبلها بكام يوم عشان الولاد يقدروا إن هم يستوعبوا التغييرات اللي بتحصل دي. وزي ما أنت قلت ما بقاش في بقى ضغط نفسي عليهم، لأن هم صحيح. بالنسبة لهم أنا كنت عايش براحتي، أنا كنت بقضي وقت زي ما أنا عايز، ليه فجأة عايزيني أبقى ملتزم؟ فلو أنا عملت روتين ده من بدري شوية أعتقد هو ده اللي هيفرق معهم نفسيا. وأعتقد ده تحديدا يا بسنت فكرة تنظيم اليوم، يعني خلاص اللي حصل حصل وأخدنا الثلاث شهور بتوع الأجازة قضيناها ولعبنا وهزرنا وسهرنا، ويمكن في ناس خلينا نقول ما كانتش واخدة الأجازة فكرة يعني هي أجازة وقسط من الراحة فقط، كانت في ناس بتدرس أو ناس بتحب اللي هي تقرأ كتاب تنظم وقتها في الوقت ده، لكن خلينا نقول ان اغلب الناس بتعمل زي ما احنا كلنا كنا بنعمل فكره اللي احنا بنقلب اليوم. ما ينفعش اللي انا مره واحده في يوم وليله لا يلا بدل ما انت هتنام الساعه 6 الصبح لا ده انت هتصحى 6 الصبح عشان تبتدي تروح المدرسه. والاهالي كمان بيحبوا ان هم في الوقت ده هم كمان مش قادرين ان هم يعملوا روتين، وكمان صح. في الاجازه ان انا هبقى يعني بعمل نفس الحاجات اللي كنت بعملها ايام الدراسه، هم كمان بيحبوا ياخدوا اجازه من ده، عشان كده الدنيا بتبقى. وان كان خلينا نتكلم برضو ان علميا المفروض ان انت تنامي في وقت اللي هو صح. وقت الليل حقيقي. الخاص بالنوم تحديدا، لان ده بيبقى فيه هرمونات بتفرز في الجسم حاجات مفيده صح. ما بيتمش فرزها غير في الوقت ده تحديدا، لكن هي دي يعني سنه الحياه وهي دي طبيعه الحال، وده اللي بيحصل في الاجازه تحديدا اجازه اخر السنه، ولازم نتعامل مع المعطيات اللي موجوده بشكل في نوع شويه من الحزم، ما بقاش عندي نوع من انواع الخوف، لكن اقدر ان انا انظم وقتي. بلاش نتعامل مع فتره دخول المدارس وكانها فتره مرهقه، فتره صعبه هنعمل ايه فيها، ونبتدي نفكر في الوقت يسرقنا تدخل المدارس، لا نقدر ان احنا دلوقتي نقف وقفه جاده مع نفسنا، عاوزين ننظم وقت اولادنا، خلاص احنا بنقول ايام قليله ويدخل الدراسه علينا، فنقدر خلال الكام يوم دول لو بدانا زي ما قالت بسنت كل يوم اروح بدل ما بنام 6 الصبح لا هنام 4، هنام 2، هنام 12، خلاص قدرت ان انا انظم اليوم بشكل طبيعي جدا.
باحتياجات بسيطة، هي فكرة تنظيم الوقت مش أكتر. خبراء النفسيين عامة بيقولوا أنه لازم ومهم جدا أن احنا نقعد مع أولادنا قبلها ونتكلم معاهم ونفهمهم أن احنا داخلين على مرحلة جديدة، نحفزهم بالكلام، ممكن نحببهم في المرحلة دي بأننا مثلا ناخدهم معنا وإحنا بنشتري الكراسات ونختار الجلدات اللي طبعا المدرسين هيقولوا لنا عليها ونبتدي نجلد مع بعض الكراسات، نبتدي نحفزهم أنه ده هيبقى يوم جديد هينبسطوا فيه في المدرسة. هيعملوا ايه بالذات الأطفال اللي هم لسه هيدخلوا بقى المدرسة جديد جدا، اللي هم داخلين KG1، لازم نتعامل معهم بحرص شديد قوي ونبقى عارفين ان دي مرحلة جديدة بالنسبة ليهم، محتاجين ان هم يكونوا مطمنين عشان يروحوا المدرسة من غير اي ضغط ويكون عندهم قدرة على الاستيعاب وحب المدرسة. فمهم ان احنا نبتدي من بدري شوية، نقعد معاهم من بدري شوية، نتكلم معاهم ونتعامل مع الموضوع على انه مرحله جديده على نفسيتهم، حتى لو هم داخلين سنه جديده ومثلا كانوا السنه اللي فاتت في المدرسه. المهم نتكلم معاهم، مهم ان احنا نهديهم من المرحله دي، وانه احنا هندخل على روتين جد شويه ومختلف شويه، لكن احنا هنحاول نعمله على قد ما نقدر بطريقه تكون يعني فيها مبسطة، يعني فكرة كل اللي انت قلتيه ده، بس انت ممكن واللي انا اتكلمت فيه لو لاحظنا اللي هو بيدور حوالين حاجة واحدة بس، كل ده بتدور في فلك فكرة ايه؟ التأهيل النفسي. اللي انت تتكلمي مع الناس اللي لسه داخلين KG1 او حضانة لسه اول سنة ليهم، فكرة اعادة التهيئة ونحسسهم فكرة ان بابا وماما مش هيبقوا موجودين معاكوا لفترة طويلة. وخلي بالك دي برضو نفسها في المدرسة ما بتتعملش في يوم وليلة. صح. يعني اغلب الناس يعني من خلال اصدقائي والناس اللي انا اعرفها بيبتدوا يعملوها، لا انا بودي الولد او البنت من الساعه 7 للساعه 8 للساعه 9، بتبتدي تدريجيا واحده واحده كل ساعه بتزودي لحد خلاص ما هو اتعود على الست او سبع ساعات بتوع الحضانه، فابتدى اللي هو يحس بالامان في المكان الجديد او البيئه الجديده اللي هو موجود فيها. ده حقيقي. على العموم احنا عندنا النهارده فقره بنتكلم فيها عن الموضوع ده والتاهيل النفسي للاطفال وإزاي نأهلهم نفسيا، فتابعونا النهاردة في خلال الحلقة عشان هيبقى معنا خبير هيكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل، لكن طبعا هنبقى عايزين نعرف منه بقى كل حاجة إحنا نقدر نعملها إزاي مع أولادنا عشان خاطر نتخطى يمكن القلق والتوتر اللي بيبقى موجود في كل بيت مصري، يعني سواء عند الأهالي أو عند الأطفال. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صبح عليكم، صباح الخير يا مصر.